موسيقى المدينة، حكاية من التراث الألماني. غيوم بيضاء مسالمة تسبح في السماء، وبطل حكايتنا حمار مسن. إنه الآن يشق طريقه إلى إحدى المدن. في الحقيقة لهذا الحمار حلم جميل، إنه يريد أن يصبح في يوم من الأيام موسيقيا. تسألون لماذا أريد أن أصبح موسيقيا؟ ها؟ حسنا، في الحقيقة كنت أعمل حمالا مع إحدى الفرق الموسيقية، أحمل آلاتها، وكما ترون لقد تقدم بي السن ولم يعد بمقدوري حمل الآلات كما كنت أفعل سابقا. يا إلهي، النجدة، وهكذا، وبسبب ذلك لم أعد أتقن عملي جيدا. ومن أجل أن لا أسبب المزيد من المشاكل إلى رئيسي، قررت ترك العمل والذهاب إلى مكان آخر حيث يمكنني أن أعيش على جهدي الذاتي. أنا سعيد لأن أظافري طويلة بما فيه الكفاية للعزف على آلة العود، إنها تشبه أصابع الموسيقيين. انظروا، أها هي. والتقى الحمار بكلب مسن. أيها الكلب، ماذا جرى لك؟ ها؟ ماذا تفعل هنا؟ إن قصتي محزنة لمن يسمعها ومحزنة لمن يحكيها يا عزيز الحمار. لقد كان سيدي يحبني كثيرا، وكان دائما يصحبني برحلاته للبحث والقنص، وكما ترى لقد تقدم بي السن ولم أعد أستطيع الركض كما كنت من قبل يا عزيزي. ولهذا كان هناك دائما كلب آخر يصل إلى الفريسة قبلي. انزعج سيدي من عجزي وطردني، هذا ما حدث. لا أعرف الآن كيف أحصل على لقمة العيش. حسنا، لماذا لا تأتي معي إلى المدينة؟ أنا أفكر بتأسيس فرقة موسيقية بهذه الآلات وسوف نعزف معا، ما رأيك؟ ها، قل لي. فكرة رائعة. أنا سأعزف على العود وأنت على الطبلة، تم تك تم تك تك. أوه، شكرا. وهكذا سار الحمار المسن بصحبة الكلب المسن إلى المدينة. وبعد فترة التقيا بقط مسن كان جاثما في وسط الطريق ويبدو عليه الغضب. أيها القط، ما الذي تبحث عنه هنا؟ ها؟ ثم لماذا أنت غاضب هكذا؟ وأجاب القط: لقد تقدم بي السن وأصبحت أسناني عديمة الفائدة، وبعد أن ضعفت أسناني أخذت الفئران تهزأ بي وتعبث ببيت سيدي كما تشاء. وهكذا طردت من البيت، وهذه هي حالتي الآن. لا تهتم، تستطيع أن تنضم إلينا. ها؟ نحن في طريقنا إلى المدينة، وهناك سنقوم بتأسيس فرقة موسيقية، وأظن أنك ستصبح عازف ناي جيد. وهكذا انضم القط إلى الحمار والكلب وأصبحوا أصدقاء حميمين، وشق الثلاثة وبروح عالية طريقهم إلى المدينة. وبينما هم يسيرون شاهدوا ديكا أمام أحد البيوت كان يصيح ويبكي، فاتجه الثلاثة إليه وسألوه عن سبب بكائه في مثل هذا الوقت. إن سبب بكائي في هذا الوقت يعود إلى كوني قد خدمت سيدي بإخلاص، وفي الأمس حل ضيف عليه وقد عزم على ذبحي وتقديمي له كوجبة غداء. في الليل سيقومون على قطع عنقي. إذا كان هذا هو الحال، لماذا لا تأتي معنا؟ نحن ذاهبون إلى المدينة وهناك سنعزف، وبما أن صوتك جميل يمكنك أن تغني ونحن نعزف لك. ها؟
وهكذا انضم الديك إلى الحيوانات الثلاثة واتجهوا جميعا إلى المدينة، فتسلقوا الجبال وعبروا الوديان وخاضوا الأنهار وساروا بمحاذاة البحار، وحل الليل وأصبحوا على بعد مسافة قصيرة من المدينة. وتجولوا عبر الغابة بحثا عن مكان يقضون فيه ليلهم، ومن بعيد بان لهم ضوء فاتجهوا نحوه مسرعين. أو إنه بيت! آمل أن أجد شيئا يؤكل. لقد كان يوما رائعا، لقد سرقنا أموالا طائلة. لقد كان هذا المكان في الحقيقة مخبأ للصوص. ما الذي تراه؟ يوجد في البيت لصوص وهم يحتفلون ويأكلون الطعام. جائع، أريد أن أكل. كانت الحيوانات الأربعة جائعة وكان عليها أن تحصل على الطعام بأي وسيلة. لقد وجدتها، عندي فكرة. وشرح الحمار فكرته لأعضاء الفرقة وقرروا التنفيذ. اتفقت الحيوانات الأربعة على طرد اللصين من البيت. هل أنتم جاهزون؟ سوف تصرخون جميعا. ها، 1، 2، 3. وبعد أن تمكنت الحيوانات من طرد اللصين من البيت، استولت على الطعام وأكلت. وبعد أن انتهت من التهام الطعام الشهي، استلقت هنا وهناك ونامت. وفي منتصف الليل، اسمع، اذهب واستطلع. لا أخاف، لا أستطيع. تعال إلى هنا. قلت لك أخاف، لا أستطيع. لا لا لا، اذهب واستطلع. لا 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 لا. وأخيرا ذهب اللص إلى البيت حيث كانت الحيوانات الأربعة نائمة. ولما كان الظلام دامسا، فكر اللص في إنارة الموقد، فوخز القط. ماذا هناك؟ ماذا حدث؟ لا أستطيع، لا أستطيع، لا أقدر. دعني وشأني، يوجد شبح هناك. بينما كنت في داخل البيت قررت أن أوقد الموقد، وإذا بالشبح يهجم علي محاولا تمزيقي بمخلبه. لقد فزعت وقررت الهرب عبر الباب، وهناك هجمني شبح آخر، وفي هذه المرة عضني في ساقي. وبينما كنت أحاول التخلص منه ضربني ضربة مميتة. وفوق كل ذلك طلب زعيم الأشباح منهم أن يمسكوا بي ويعيدوني إلى البيت. إن البيت مليء بالأشباح، لذا أعتقد أنه من الأفضل أن نبتعد عن البيت ونجو بأنفسنا. ومنذ ذلك اليوم لم تطأ أقدام اللصين هذه الغابة ثانية. أما الحيوانات الأربع فقد سكنت البيت واستمتعت بالدفء
وصارت تعزف الموسيقى كل يوم. وعندما سمع سكان المدينة بما حدث للصوص وكيف تمكنت الحيوانات من إخافتهم وطردهم من الغابة، فرحوا فرحا كبيرا وقرروا أن يمدوا الحيوانات بالطعام والشراب. ومنذ ذلك اليوم وقصة الحيوانات الأربع تنتقل من جيل إلى جيل.